أريكاتو، هذه اللعبة اللي واجهتني أسئلة كثيرة عنها، يعني جاوبت على معظم أعتقد الأسئلة. أكو جماعة حتى ما عرفوا يسجلون ودشون على اللعبة. الآن اللغة الإنجليزية شايفين، عربك ماكو، بولسكي فرانسيس ماكو عربي، ال شو اسمه آسيا المنطقة. اقول له اوكي دخلني على اللعبة، انا دشيت كجست من لعبت اللعبة الحقيقة، ما كان اكو جست، لازم تسجل بايميل، وحطيت نزل الشريط طريقة التسجيل بايميل، وخليت لكم ايميل من عندي تدشون عليه. بس الايميل من يصير عليه ضغط، طبعا اجتني رسائل من الايميل لتحديد ما اذا الايميل مالي مهكر او لا. فيعني من تدش عليه انت تلعب اللعبة، طبيعي اذا دش عليك واحد ثاني يا اما يقطع اللعبة عليك يا اما يطبب هو وانت تطلع يعني، او ما يقدر يدش الى الايميل المستخدم وما تقدر تطبع اللعبة. فاليوم راح نشوف شنو هاي الوجوه، تختار وجه، هاي اشياء اختيارية انا اتركها لكم. يوزر نيم، طبعا دشيت باسمي، انا اخاف ادش باسمي نفسه. يسوي لي مشكلة، حطيت اسم احمد يعني سجلت باسم ثاني. يوزر نيم از اولريدي ان يوز، خلي اضيف له، اضيف له شغله يعني يقول الاسم موجود مسبقا. خلينا نشوف، لا موجود، خلينا نشوف علي. ليش مسح؟ هم موجود؟ يوزر نيم زارا دي نيوز، ايش طلعت هاي؟ لحظة شوية، اعطيت اسم القناة، خلينا نشوف الان. لا تقول لي انه بعد قيد الاستعمال، قبلها استور المخزن، انا ما احب المشترى. بروفايل، بروفايلك هذا يحسب النقاط والعدد القتل مالك والهاي كله. اكويبمنت، معدات، هي تاخذها، هذا كل شيء لكم راجع شباب. اقول له بلاي، اكو رومز، الرومز ادش فيها على شات مع شات، تسوي فريق انت وربعك ودشون كمجموعة تلعبون سوا. راح اقول لك اوكي بلاي، لعبة سريعة حتى ادليكم اللعبة شلون تلعب، لان انا لعبتها قبل هالمرة يعني. بس من لعبتها ما كان اكو شو اسمه يعني، ما كان اكو جيست، ما جيست، سجلت بايميل ودشيت. لاحظ البوصلة اللي تشير على شو اسمه، تشير على الاتجاه، تقدر تغير انت دش اي سيرفر.
دست على البندقية حتى تكون البندقية بيدي. أنا ماكو شي هنا. إذا أكو عدو راح يطلع بالعلامة حمراء تطلع فوق. هذا واحد شايفينه شلون علامة حمراء طلعت فوق، بس هذا برا. ماكو طلع منه. يمكن اروح اطلع من الباب الرئيسي وافتر لهم المسدس حتى اركض بسرعة. الخط الصغير شايفينه لازم ترتاح حتى يصعد الخط الصغير. خلي حق على دول الصيد وياهم. راحوا خلوني. صعدنا كنا. لف روح. هاي تاني صاحب النبا. اشترمي ربعك انا. صيدوا صيدوا قاعد يرمون علينا. طبعا من لعبتها اخر مرة كان اكو لصوص يقتحمون مدينة. ان انا وربيع علينا نحرر المدينة من ايد اللصوص. شايفين المسار مالنا المثلث الابيض. هدف اكو قدامنا طلع بالبوصلة خط احمر. مثل ما قلت هذا خط الحياة مالتك. واكو خط ثاني احمر رفيع ذاك المسؤول عن التنفس مالك. اذا تتعب راح ينزل كلش يصفر. عليك انك ترتاح وترجع. وين راح الهدف؟ هذا الهدف بعده بعيد. الهدف 160 متر. سبعة وثمانية ذاك هو فوق. انا نزلت اخذ بندقيتي. ذاك هو فوق. اشتغل الرمي عليه. قتله. قتله ربعي. والله ما اعرفهم انا. اللي يشوفني يقول داش مع ربعي قاعد العب. شلون الناس ثقيل العمل يوقفون؟ ماكو شي هنا. ليش وقفت؟ ماكو شي. هذا هدف. هذا هدف.
هذا هو هدف. صاحبي راح له. وساعد صاحبي. قتله بعده؟ لا بعده. هذا مقاوم بعده. تاسك الكفرد تم قتله. إذا نرجع اكو كم هدف جايين على اليسرى. اوف اكو واحد قدامي. النقاط الحمر هي الاهداف اعتقد شايفين واضحة الخريطة. شوفوا هذا الهدف. نقطة حمراء بالخريطة بس ما جاي. شو هذا؟ هو شو جماعة ما تلحق عليهم ما شاء الله. ياخذون الهدف بسرعة. شنو هذا؟ تعال لا تروح. خاب يومك يدعمني. شوف هذا وين واصل باللعبة. شنو جهازه؟ لك انا صاحبك حمار. اوقف اوقف خلاص عاد وياك. ما يوقف. روح طبك مرض. اللعبة الحقيقة تريد نت قوي. النت فصل عندي مرة ثانية. تريد نت قوي شباب. هاي من الألعاب اللي تريد نت قوي حتى لا يفصل عندك النت. يعني بدون نت قوي ما تقدر تلعب على الألعاب. اتمنى اللعبة تكون واضحة شباب. الان خل نشوف شنو اكو بعد. السيتنج هذا السيتنج لا تلعب فيه خليه. هو مضبطين على الحركات مع موشن حركات مالتك. بعد شنو هاي الخارطة تدوسها الخارطة تفتح. صاحبي
يرمي علي. ماكو شيء بعد. اكو علامة مال شات صغيرة فوق، شايفينها؟ هذول المشاركين بالمعركة. تقدر اللي سألني عن صوت الولد تقدر ليش، و يعني هذا اسمي كذي، اسد الصوت وكذي افتحه اكتب مسج. هاي جايز، ما خليت مسافة. كتبت هاي جايز وراح ادزها لهم سند. ما حد فيهم جاي يتكلموا، هاي بس انا دزيت رسالة. يلا حتى بس يعني اشرح لكم شلون التواصل، طريقة التواصل باللعبة. مثل ما قلت لكم اللعبة نت قوي، نتي ثالث مرة يفصل الآن للأسف. الآن راحوا عني يمكن بالسيارة، راحوا، راح اضطر اركض ركض. ولازم ارتاح، شايفين النفس شلون ينزل مالي بالخط الضعيف. وين اروح؟ خلي اشوف الخارطة وين انا. اجا صاحبي جايب السيارة. اوكفو، تعالوا تعالوا، انقطع النت، ما تقدر تكملها بدون نت قوي. اسف شباب، راح انهي الحلقة. اتمنى الفكرة وضحت مع الحركات، واتمنى تستمتعون باللعبة حتى تشوفكم باللعبة جاية قادمة. هذا اخوكم ماجد، في امان الله.